سي يو اي او 48% الاف سي يو اي. ده حسب القطاع بتاعك فين. لو القطاع عند الاطراف فهو 55% الاف سي يو اي ده الالو بالكمبريشن استرس، الاسترس الكمبريشن الالو، والاسترس الكمبريشن الالو برضه بيبقى 48% الاف سي يو اي لو كان القطاع في اي حته تانية غير الاطراف. طب في التنشن، التنشن الالو بالاسترس ب 44% جذر الاف سي يو اي، ده لو انت بتاخد القطاع عند الركيزه. لو القطاع اللي انت بتعمل عليه تشيك في نص البحر فيبقى الالو الاسترس بتاعه 22% جذر الاف سي يو اي في التنشن. كنا قلناك السكشن اللي فات ان دايما او في الاغلب القطاع بيجي لك في نص البحر، فالاغلب الالو بالكمبريشن هيبقى 48% الاف سي يو اي، والالو بالتنشن 22% جذر الاف سي يو اي، ده الغالب. لو جالك قطاع بقى عند الركايز فيبقى الاسترس بتاعك الكمبريشن 55% والتنشن 44% جذر الاف سي يو اي. طب والاف سي يو اي بتاعك يا باشمهندس؟ اه طبعا هتشوف دلوقتي في المساله. طيب سؤال بس يا باشمهندس لو سمحت. اتفضل. القطاع اللي جنب الركيزه ده المقصود بيها الركيزه الطرفيه ولا الركيزه الوسطيه؟ اي ركيزه سواء طرفي او وسط مش فارق، طرفي او وسط، المهم يبقى قطاع جنبها. تمام تمام. طب ايه هي الاف سي يو اي اصلا؟ كنا قلنا السكشن اللي فات الاف سي يو اي هي الانيشيال كونكريت سترينث، اللي هي الكونكريت سترينث او الضغط بتاع الخرسانة المبدئي اللي هو اول 7 ايام، وبيكون نسبه اقل من الاف سي يو، وبتتجاب من جدول يا اما بتاخدها تقريبا ب 8 من 10 بالاف سي يو. لو جاب لك جدول في الامتحان خد القيمه زي ما جابها لك في الجدول. طب ده بالنسبه للترانسفير ستيج. في مرحله ثانيه اسمها الوركينج ستيج. الوركينج ستيج كنا قسمناها السكشن اللي فات لاثنين كيس، كيس 1 وكيس 2. كيس 1 ده اللي بيأثر فيها التوتال ديد لود، يعني الديد لود زائد الفلور كفر اللي هو الاون ويت والفلور كفر. كيس 2 ده اللي بيأثر فيها التوتال لود بالكامل، ديد لود اون ويت وفلور كفر وكمان اللايف لود. طب الالاو الاسترس في الكيس 1 بايه؟ قلنا الالاو الاسترس بتنقسم لتنشن وكومبريشن زي اللي فوق، بس كنا بنقسم بقى المباني عندنا لاربع تصنيفات، تصنيف A وB وC وD. وكنا شرحنا السكشن اللي فات ايه هو الA وايه هو الB وايه هو الC وايه هو الD، وده هيجي لك جيفن في الامتحان، يعني هيقول لك ان المنشأ بتاعك تصنيفه A ولا B ولا C ولا D، وعلى حسب التصنيف بتختار الالو. فانت لو A او B فيبقى كيس 1 الكومبريشن الالو بتاعه ب 35% الاف سي يو، وعرفتك يعني ايه كيس 1، يعني بيأثر عليا احمال خارجيه الديد لوب بالكامل اون ويت وفلور كفر، فيبقى الاف سي الاول ب 35% الاف سي يو، ده لو انت كيس اي او بي. لو سي او دي الكود يقول لك ما تعملش اصلا تشيك على الكومبريشن، وبالتالي غالبا الامتحان هيجي لك اي او بي لان التانيين دول مش محتاجين تشيك. طب ليه هنا بيستخدم اف سي يو مش اف سي يو اي؟ قلنا برده السكشن اللي فات ان انا استخدم الاف سي يو لان الوركينج ستيج محتاجه وقت عما تحصل، انت هتحمل بقى الفلور كفر فانت شطبت، او هتحمل اللايف لود فانت بدات تستخدم المنشأ، وبالتالي الخرسانه تثبت مقاومتها بالكامل، فعشان كده جبنا الاف سي يو. طب في حاله التنشن، في حاله التنشن الالاوبل بيعتمد على نوع المبنى برضه. لو انت كيس ايه فبنسمي دي كيس الفول بري ستريسنج، فيبقى الاف تنشن الاوبل بصفر. لو انت كيس بي اللي هو يبقى مدلف الامتحان انت كيس اي او بي او سي او دي، لو انت كيس بي فالاف تنشن الاوبل تتاخد بتساوي الكي في الاف سي تي ار، سيبك من الاقل من او بتساوي، دي خدها بتساوي الكي في الاف سي تي ار. طب ايه هي الكي؟ الكي على حسب العنصر اللي انت بتعمل له تشيك. لو بتعمل لبلاطه يبقى الكي ب 95%، لو بتعمل لاي حاجه تانية يبقى بواحد، واحنا غالبا في الامتحان مش هيجينا بلاطات فالكي دايما بكام؟ بواحد. لو انت كيس سي فالاف تنشن الاوبل بتساوي 9 من 10 جذر الاف سي يو. طبعا الكلام ده اكبر من الاف سي تي ار، فهو في كيس سي سامح بتنشن اكتر. في كيس دي الاف تنشن الاوبل اكبر من 9 من 10 جذر الاف سي يو ار او الاف سي يو اس. الاف تنشن الاوبل في الكيس دي اكبر من 9 من 10 جذر الاف سي يو، معنى ان هي اكبر. طب لحد فين اكبر؟ لحد فين؟ الكود ما قالش، وبالتالي الكيس رقم دي ده ايه مش محتاج تعمل لها اصلا تشيك وانت بتعمل تشيك على التنشن. لو لاحظت بقى ان كيس سي وكيس دي مش محتاج، الكيس اسف دي هنا ودي هنا في الكومبريشن وفي التنشن مش محتاجه تشيك، فمستحيل يجي لك في الامتحان كيس دي ما لهاش اصلا الاول،
ملهاش تشيك. غالبا في الامتحان اللي هيجي لك يا كيس ايه اللي هي الفول بري ستريسنج، يا اما كيس بي هيجي لك يا ايه يا بي. طيب كيس اتنين ايه اللي جاي مسموح بيها؟ الناس سامعاني طيب ولا البتاع قطع ولا ايه؟ الناس سامعاني؟ ايوه سامعين تمام هندسه. تمام. كيس اتنين اللي بيأثر فيها بقى التوتال لود اللي جاي مسموح بيها قد ايه؟ لو انت في الكومبريشن فالراجل برضو مقسم المباني A B C D والاف كومبريشن الاوبل باربعه من عشره الاف سي يو، ولو انت كيس سي او دي فنوت نيدد. في التنشن نفس الكلام اللي فات، الاف تنشن الاوبل في كيس A بصفر، في كيس B K في الاف سي تي ار وقلنا K دايما بواحد، وفي كيس C بتسعه من عشره جذر الاف سي يو، وفي كيس D مش محتاج تعمل تشيك اصلا. الكلام ده كان اتقال السكشن اللي فات، وده الاوبل ستريسز نتيجه الحالات المختلفه سواء في الترانسفير ستيج او في الوركينج ستيج كيس 1 او كيس 2. طب ده يفيدنا النهارده في السكشن، هنشوف هل ده هنستخدمه ولا لا. حد عنده اي سؤال في ده؟ طيب نكمل كده. المثال بقى اللي معانا، المساله دي هتيجي غالبا هي اللي هتيجي في الامتحان لانها بتكون مساله كبيره. بص كده، بيبقى مديك قطاع او مديك اليفيجن وقايل لك الاسبان ده ب 20 متر والاسبان ده ب 8 متر، ومديك شويه جيفنز الداتا اللي مديها لك. السكشن لو انت خدت كروس سكشن هنا فالعرض اللي جوه ب 300 والتوتال ديبس ب 1000، ده الكروس سكشن. فالكروس سكشن مستطيل 300 في 1000. طيب مديك كمان الديد لود وزود اون ويت ب 8 كيلو نيوتن على المتر الطولي، ده الديد لود من غير الاون ويت. يعني لو انت عايز تجيب التوتال ديد لود هتضيف على ده الاون ويت كمان. بنسمي بقى الديد لود وزود اون ويت ده حاجه اسمها سوبر امبوز ديد لود، نفس الاسم. يبقى لو قال في الامتحان ان السوبر امبوز ديد لود ب 8 هي هيها لو قال لي الديد لود وزود الاون ويت، يعني ده ديد لود اضافي امبوز زياده ب 8 كيلو نيوتن على متر الطول. طيب بعد كده مديني اللايف لود ب 6، طبعا المفروض ده كيلو نيوتن على متر مربع، يعني اللوزز ب 10% والاف سي يو ب 30 ميجا باسكال، ده المعطيات اللي هو مديها لي. طب طالب ايه؟ اول مطلوب سجست كيبل بروفايل. ايه ده؟ رجع للسكشن الاولاني خالص، عايز يعمل سجست للكيبل بروفايل مش يديني الكابل اصلا. تاني مطلوب بيقول لي كالكوليت البي اي في الوركينج ستيج، عايز البي افكتيف. ما احنا اتفقنا في السكشن اللي فات ان البي البري ستريسنج فورس اللي بتاثر في الكابل حاجه من الاثنين، يا بي انيشال ودي بتبقى في مرحله ترانسفير اللي هي في الاول، يا اما بعد شويه بيحصل فواقد فالبي اللي بتتبقى اسمها بي اي بي افكتيف. فهو عايز يحسب بقى البي افكتيف دي في الوركينج ستيج عند اني سيكشن؟ هو محدد اهو السيكشن في النص، فهو عايز عند السيكشن رقم واحد ده فور كيس بي، محدد حتى الكيس اللي هو عايزها اهو، كونسيدر الاي ب 4 من 10 يعني الاكسنتريستي هيعتبرها ب 4 من 10 متر. الكلام ده هنعمله ازاي هنعرف كمان شويه. المطلوب الثالث عايز يعمل بعد ما جبت بقى البي اي، عايز يعمل التشيك ستريس على الترانسفير ستيج فور سيكشن واحد. يبقى خد بالك هو عايز هنا يعمل او عايز يجيب البي اي في الوركينج ستيج، وبعد ما تجيب البي اي وتخلص ارجع اعمل بقى التشيك ستريس على مين؟ على الترانسفير ستيج اللي هي اول مرحله. برضو بيحدد السيكشن عند السيكشن رقم واحد اللي هو في النص. رقم اربعه عايز يرسم الستريننج اكشن ديو تو بري ستريس، يعني ده السكشن رقم 2 اللي هو السكشن اللي فات او اللي قبله، عايز يرسم الستريننج اكشن نتيجه البري ستريس، وبعد كده عايز يحسب الايكوفالنت لود نتيجه البري ستريس، واخر حاجه عايز يحسب الديفليكشن ات ميد سبان، عايز يحسب النت ديفليكشن الديفليكشن التوتال ات ميد سبان اللي في النص اللي في السبان اللي في النص. فدي مساله كبيره، يعني دي مساله تقريبا لما كل البري ستريس بدا بالكيبل بروفايل، وممكن بعدها يقول لك قول لي كمان التكنيك اللي هو يتعامل بيه، هل هو بري تنشن ولا بوست تنشن، وبعد كده دخل على التشيك ستريسز عايز البي اي في الوركينج ستيج، ورجع تاني على التشيك ستريسز عايز يعمل التشيك ستريس في الترانسفير ستيج، وبعد كده عايز يرسم بقى الستريننج اكشن، ده السكشن اللي هو بتاع رسم الستريننج اكشن والايكوفالنت لود والديفليكشن. فده تقريبا مساله لما كل البري ستريس. طب تعالى اول حاجه افكرك ازاي بنفرض سجست الكيبل بروفايل. كنا قلنا قبل كده عشان نعمل سجستشن
للكيو البروفايل، سعادتك بتروح ترسم العزب الخارجي وتاخد نفس شكل العزب هو شكل الكاب. الكلام ده احنا قلناه قبل كده ومفروض ان هو بالنسبه لك سهل دلوقتي. المشكله ايه؟ المشكله ان الكاميرا بتاعتي سيمبل بكانت ليفر ومش مديني شكل الاحمال. انا كنت متعود دايما عشان يعمل او عشان افرض شكل الكابل ان هو يبقى مديني كاميرا وعليها احمال، قام جاي ارسم لها العزم واقول له يبقى شكل الكابل هو نفس شكل العزم. المشكله عندي ان الكاميرا بتاعتي فعلا سيمبل كانت ليفر بس مش مديني الاحمال اللي عليها. لو ما ادكش الاحمال اللي عليها فاحنا دايما بنفرض ان الحمل حمل موزع. يبقى لو ما ادكش الاحمال اللي على الكاميرا اعتبر ان جميع الاحمال اللي على الكاميرا احمال ايه؟ احمال موزعه. فيبقى الكاميرا عليها حمل موزع قيمته دبليو. طب ما تعرف ترسم العزم كشكل بس لكاميرا سيمبل كانتليفر على حمل موزع؟ اه نعرف نرسم عادي. ادي يا باشمهندس الكاميرا بتاعتنا وادي العزم بتاعك اهو، عزم سالب عند الركيزه وعزم موجب في نص البحر ومتعلق كده. ده رسم العزم نتيجه الحمل الموزع ده. طب رسمنا كده العزم الخارجي، العزم الناتج من الاحمال الخارجيه، عشان نرسم بقى الكيبل بروفايل كنا بنرسم المجسم بتاع الكاميرا وبنرسم سنتر لاين افقي في نصها وبعد كده بناخد شكل العزم نحطه تحت هنا ويبقى هو شكل الكابل اهو. طيب الكابل ده ليه كام اكسنتريستي؟ الكابل ده ليه كام اكسنتريستي؟ ليه 2 اكسنتريستي، واحده عند المومنت السالب وواحده عند المومنت الموجب، فيبقى اي 1 واي 2. ويبقى انا كده خلصت اول مطلوب سجست كيبل بروفايل. ما ياخدش منك ثانيه في الامتحان، هتحط الاستاتيكال سيستم بتاع الكاميرا وبعد كده هتحط عليها الاحمال. لو ما ادكش الاحمال هو ساعات بيدي الاحمال كشكل، لو ما ادكش الاحمال هتفرض ان جميع الاحمال يونيفورم موزعه. وبعد كده هترسم المومنت نتيجه الحمل الموزع ده، ترسم الكاميرا وتحط المحور جواها السنتر لاين جواها وتاخد المومنت ده ترسمه هو شكل الكابل. ويبقى كده خلصت اول مطلوب. الصوت يا جماعه شغال ولا الناس نايمه ولا ايه؟ كله تمام يا باشمهندس. تمام كده رسمنا شكل الكابل خلاص. ما انت طب بيقطع اصلا مش عارف تقول ايه. هو تقريبا لسه وصل له ان الصوت تمام يعني، فهو بيقول لك تمام. طيب تمام. المطلوب الثاني عايز يحسب البي افكتيف في الوركينج ستيج ومحدد السكشن فين ومحدد المبنى نوعه ايه كيس بي. فتعالى كده نحسب الكلام ده، هنحسبه ازاي؟ الفكره هنا عامله ازاي؟ هو عايز يحسب البي افكتيف. فاحنا اول ما تشوف مطلوب من ضمن المطالب او من ضمن الخطوات اللي انت بتعملها عشان تعمل تشيك ستريس، اعرف ان انت هنا هتعمل تشيك ستريس. بمعنى هو الراجل طالب البي افكتيف في الوركينج ستيج. انت سمعت كلمه الوركينج ستيج فين قبل كده؟ في التشيك ستريسز. وبالتالي المطلوب ده يعتبر من ضمن مطالب التشيك ستريس. بس الراجل عايز المساله بالعكس، هو عايز البي افكتيف في الوركينج ستيج عند السكشن رقم واحد اللي كان في النص كيس بي. الكيس بي دي اللي هي مين؟ اللي انت محمل الكيس بي اللي هي الالاوبل بتاعها. لو انت بتعمل كومبريشن او تنشن، الكومبريشن كان ب 35 الاف سي يو، 35 الاف سي يو، والتنشن بالكي في الاف سي تي ار. دي الكيس بي اللي احنا قلناها من شويه. وهو عايز الكلام ده في الوركينج ستيج. طب الوركينج ستيج دي اللي هي مين؟ الوركينج ستيج اللي هي بتاثر فيها الاحمال يا توتال ديد لود يا توتال لود بالكامل، اللي هي كانت كيس 1 وكيس 2. نقول لك بقى لو هو عايز اي مطلوب، ركز في ده عشان الكلام ده مهم. لو عايز اي مطلوب قطع تاني. قطع تاني. مش نافع كده. محدش بس يشتم التاني عشان انا بسجل. بس ليه عليك. فصلان ده مش نافع.
بالكو اول مره الباشمهندس يحصل عنده المشاكل دي. ها وشنا حلو، انا عارف ياسين بقول لك من غير ما تقول ياسين وشنا حلو. حد معني بريتو يعرفه ان هو يعني اللي خط قطع على شكله لسه بيشرح معايا اللي بيتفنن لك عليه، بس اه. هو اكيد مش للدرجات يعني، هو المفروض بيظهر عنده رساله. لا لا هو ساعات التيمز بيقفل لوحده كده. انا التيم بيقفل لوحده فعلا، انا سامي ده. ايوه ايوه يا بتحصل عم معاه. باشمهندس رجع تاني. طب هو قفل لوحده ليه؟ اول مره يحصل معايا الحركه دي. الرجاله منورين. نورك يا طارق. غريبة. أنا ملاحظ إن في إهانة للسكشن 5. لا ما حصلش، ما تلاحظش ده حقيقة. لا لا ما حصلش، محدش يقدر ينسى سكشن 5 وأنا موجود. والله يا باشمهندس ده كرم كبير والله. طيب نركز بقى يا جماعة عشان إيه؟ نخلص من أم السكشن اللي مش عايز يخلص ده. فكنا قلنا عشان نحسب البي إفكتيف ساعتها إحنا هو الصوت فصل فين طيب؟ من اول هنا بالفكره من اول توتال لود وتوتال اسمه ايه ده ماشي توتال المفروض ان الوركينج ستيج دي في منها اتنين كيس، في منها كيس 1 اللي هي التوتال ديد لود، دي اول كيس. الكيس الثانيه كانت التوتال لود بالكامل اللي هو الديد لود واللايف لود. فانا بقول لك بقى لو هو قال لك اعمل تشيك ستريس على الوركينج ستيج كده صريح، فانت تعمل التشيك ستريس على الاثنين ديد لود وتوتال لود. ده لو قال لك صريحه اعمل التشيك ستريس على الوركينج ستيت. طب فرضا بقى قال لك اي مطلوب تاني غير التشيك ستريس، يعني قال لي احسب البي افكتيف في الوركينج ستيت، احسب تول مثلا ال زي المساله اللي جايه في الوركينج ستيت، اعمل ايه؟ هشتغل في الوركينج ستيت على التوتال لود بس، وما اخشش على كيس على كيس واحد خالص. ده لو قال لي اي مطلوب. نعم تاني لو هو قال لي في الامتحان اعمل تشيك ستريس على الوركينج ستيج، فانا همشي المساله عادي خالص وهعمل تشيك ستريس على الديد لود والتوتال لود اللي هي كيس 1 وكيس 2، هعملهم الاثنين. ده لو قال لي اعمل تشيك ستريس. امال لو طلب اي مطلوب تاني في الوركينج ستيج، يعني طلب مثلا البي افكتيف في الوركينج ستيج، او طلب تول اسمه ال مثلا في الوركينج ستيج، طلب اي مطلوب في الوركينج ستيج، فسعادتك هتشتغل على حاله التوتال لود وهتنفض للديد لود خالص، مش هتخشها اصلا. تمام كده؟ تمام يا ريس. طيب الفكره ايه بقى؟ الفكره ان دي مساله تشيك ستريسز بس بالراجع. يعني ايه بالراجع؟ يعني الراجل هنا انت هتمشي عادي خالص في التشيك ستريس وهتمشي خطواتك عادي خالص، هتلاقي اللي هيظهر معاك المجهول اللي هو البي افكت. طب هيظهر معاك امتى؟ وانت بتجمع الاسترسات في الاخر. يعني لو جينا كده رسمنا الشكل كده ببساطه، لو ده شكل الكاميرا اهو، وده مثلا الكابل هنا اهو تحت اهو، فاحنا كنا بنرسم نيوترال اكس ونقول لك ان الاحمال الخارجيه نتيجة ان هو عايز القطاع في النص اللي هو السكشن رقم واحد، فالسكشن رقم واحد ده كان الاحمال او المومنتات عنده موجبه في النص وضغط فوق، يعني كان المومنت موجب تحت وبيضغط فوق، بيشد تحت ويضغط فوق، لان السكشن كان في النص بالظبط، كانت الكاميرا سيمبل كانت ليفر كده، ففي هنا مومنت سالب وفي هنا مومنت موجب، وهو عايز السكشن رقم واحد ده اللي في النص ده. فالمومنت عنده المومنت الخارجي بيشد تحت ويضغط فوق، ده الام لود الام الخارجي، والناتج من البري ستريس
بيبقى عكسه، بيضغط ناحيه الكابل وبيشد فوق، ده الام بري ستريس. الكلام ده هسرعه كمان شويه تاني بس بالرموز. طب كنا بنعمل ايه؟ كنا بنرسم الاستريس نتيجه العزم الخارجي، وكان الاستريس بياخد اشارات العزم، يعني فوق ضغط يبقى ضغط فوق وتحت بالشد اهو، وكانت قيمه الاستريسات ده كده ضغط يبقى بالسالب والشد يبقى بالموجب، ده الخارجي ده الناتج من اللود، وكانت قيمه الاستريس المومنت على الزد، فكان فوق اما على زد توب وتحت اما على زد بوتوم، ده السكشن اللي فات. وكان البري ستريسنج بيعمل اتنين استريس، استريس بالسالب واستريس ناتج من العزم. استريس بالسالب ده ناتج من انك نقلت القوه بتاعت البري ستريسنج للنص بالظبط، واستريس ناتج من العزم بتاع البري ستريس اللي هو بيشد فوق ويضغط تحت، موجب هنا وسالب هنا، كنا بنقول دول ناتجين من البري ستريس. فكان كل القيم دول المفروض تبقى معاك، يعني انت حاسبهم مره، حاسب الام الام الخارجيه مقسومه على الزد، والزد دي لها علاقه بالقطاع، وحاسب البري ستريس، البري ستريس فورس مقسومه على الاريا، وهنا حاسب الام بري ستريس مقسومه على الزد. هتلاقي بقى ان انت المفروض كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل السيك ازاي؟ بتجمع اللي فوق وتشوف هما طلعوا ضغط ولا شد، وتقارنهم بالالاول ضغط او شد، وبتجمع القيم اللي تحت وتشوف الاشاره الخارجيه بتاعتهم ضغط ولا شد، وتقارنهم بالالاول شد او ضغط. اما تيجي تعمل الكلام ده دلوقتي بقى في المساله بتاعتنا، للاسف هو مش مديك البي افكتيف بكام اللي هي البي بري ستريس، فانت هتمشي الخطوات عادي خالص، وهيبقى المجهول عندك في المعادله البي افكتيف، واروح اجمع اللي فوق دول، والمفروض هيطلع معاك بقى رقم مجهول في البي افكتيف لما تجمعهم مع بعض. طب لما تجمع مع بعض ويطلع مجهول في البي افكتيف، عايز اجيب بي افكتيف اعمل ايه؟ انا كنت بقارن بالالاول، المره دي هساوي بالالاول. فهي الفكره بالراجع، ان انت هترسم الاستريس عادي خالص، وبعد ما ترسم الاستريس هتساوي اللي فوق، او هتجمع اللي فوق وتساويه بالالاول، وهتجمع اللي تحت وتساويه بالالاول. حد مش فاهم الفكره كده يا جماعه؟ حد مش فاهم ده؟ سلمي سامعني؟ طيب سامعينك يا باشمهندس. طيب اسالك بقى سؤال، انا بقول لك هجمع اللي فوق واسيب الالاوبل، فانا كنت اساسا بقارن بالالاوبل على حسب اشاره اللي هيطلع ده، اما كنت بجمع كان بيطلع مثلا الاشاره بالسالب، فده معناه ان هو كومبريشن، فاروح اقارنه بالالاوبل كومبريشن، صح؟ تمام. وكان تحت بجمع يطلع الاشاره مثلا بالموجب، فده معناه ان الاستريس تحت موجب، فقارنه بالالاوبل تنشن. دلوقتي بقى اما اجي اساوي بالالاوبل، اساوي بالالاوبل فوق كومبريشن ولا تنشن، واساوي الالاوبل تحت كومبريشن ولا تنشن، تعرف؟ لو الاثنين كومبريشن يبقى هساوي الكبير، لو واحد كومبريشن واحد تنشن هساوي ده مره وده مره، وناخد الحاله اللي توفي الاثنين اللي هي اقل يعني قوه. يعني هتفرض، هتقعد تفرض كده، يعني مره هتساوي الكومبريشن ومره هتساوي التنشن، صح؟ لا، في حل تاني اسهل، حد عارفه؟ حد عارف السؤال تاني يا شباب؟ انا المفروض فوق في الاستريسات اللي فوق دي كنت بجمع الاستريسات وحسب الناتج اللي بيطلع، كان بيطلع لي مثلا سالب، مش عارف يعني كيس، مش هي كيس بي؟ هي كيس بي. ده هيفيدني انا ابقى عارف اذا كان في شد ولا ضغط، بس يعني كيس بي هتفيدك لو كيس ايه، لو كيس بي مش تبقى عارف برضه، لما في حاله كيس بي مش هتفيدني. بص كده يا شباب، السؤال تاني عشان الناس تبقى فاهمه، بس انا المفروض كنت اعمل ايه في السكشن اللي فات؟ بالسكشن اللي فات احنا كنا بنجمع الاستريسات، الاستريس اللي فوق، ونقارنه بالالاوبل، يا كومبريشن يا تنشن على حسب اشارته. بمعنى انا هقول ده بالسالب زائد ده بالسالب زائد ده بالموجب هيديني مثلا رقم سالب، وليكن سالب 9 مثلا، يعني كنت بقارن السالب 9 ده ايه بالالاوبل كومبريشن في كيس بي وركينج ستيت، فكان الالاوبل كومبريشن في كيس بي بكام؟ 35 من 100 الاف سي يو،
فانت كنت بتقارن الرقم ده ب 35% الاف سي يو لانه بالسالب. طب الرقم اللي تحت سي جمعت موجب والسالب وسالب طلع سي ان هو موجب، موجب 4 مثلا، كنت بتعمل ايه في الرقم ده السكشن اللي فات؟ كنت بتقارنه بالالاوبل تنشن. يعني بتروح تجيب الالاوبل تنشن في الوركينج ستيج في كيس بي اللي هو كان بيطلع معاك بالكي في الاف سي تي ار، كي جذر كي جذر الاف سي تي ار، تروح تقارن بالكي جذر الاف سي تي ار. طب دلوقتي يا باشمهندس انا مش عارف اصلا البي اللي هي في البري ستريسنج ولا عارف البي بتاعت الام بري ستريسنج، ما الام بري ستريسنج هي البي في الاي، فانا مش عارف البيهات، فمش قادر اتخيل الرقم اللي فوق هيطلع موجب ولا سالب، وبالتالي مش قادر اساوي اللي فوق. هل اساوي الرقم اللي فوق بالالاوبل كومبريشن ولا بالالاوبل تنشن عشان اجيب البي اي؟ وهل اساوي مجموع الارقام اللي تحت بالالاوبل كومبريشن ولا الالاوبل تنشن؟ قالك هو انت في حاله ايه؟ انت في الوركينج ستيج صح؟ ففي الوركينج ستيج الاحمال الخارجيه هي التوتال لود، الاحمال كلها، والبري ستريسنج هو البي افكت، فالتوتال لود غالبا بيغلب البي افكت، فغالبا المومنت بتاع التوتال لود بيكسب المومنت بتاع البري ستريس، واللي بيتحكم في الاستريس النهائيه هو المومنت بتاع التوتال لود. يعني اللي عايز اقوله ايه؟ ان لو انت عايز تحسب البي اي في الوركينج ستيج فاشارات المومنت ده ايه اللي هي المومنت الخارجي هتبقى هي هيها غالبا اشارات الاستريس النهائي. يعني اما اقارن المجموعه اللي فوق هقارنه بالالاوبل ضغط، واما اقارن المجموعه اللي تحت هقارنه بالالاوبل تنشن. ليه يا باشمهندس؟ لان في حاله الوركينج ستيج اللي بيأثر عليا كاحمال خارجيه التوتال لود بالكامل، واللي بيأثر كبري ستريس البي افكتيف بس مش البي انيشال حتى، فغالبا التوتال لود بتغلب المومنت بتاعها بيغلب البري ستريس، وغالبا بقى بيطلع ان في النهايه خالص الاستريس النهائي واخد نفس الاشاره دي سالب موجب نفس اشاره اللود. وبالتالي لما تيجي تجمع اللي فوق قارنه او وساويه بالالاوبل كومبريشن لان اشارته بالسالب، واما اجي اجمع اللي تحت اساويه بالالاوبل تنشن. طب فرضا بقى الكلام ده كنت عايز احسبه في الترانسفير ستيج، لو انت في الترانسفير ستيج فاللي كان بيأثر عليا كحمل خارجي الاون واي بس ترانسفير ستيج، واللي بيأثر كبري ستريسنج البي انيشال كلها، فيقول لك الكاميرا خفيفه الاون واي بتاعها صغير مقارنه بالبي انيشال، فاللي هيغلب دايما في الترانسفير ستيج كستريس نهائي هو اشارات البي انيشال اشارات الام بتاعتها. يعني من الاخر يا باشمهندس في الوركينج ستيج اللي بيغلب كستريس نهائي الاشاره بتاعت مين؟ المومنت الخارجي اللي هو بتاع اللود، لان الاحمال اكبر التوتال لود كبيره. لو انت بتعمل نفس الكلام ده بس عايزه في الترانسفير ستيج فاللي هيغلب اشارات البري ستريس، وهنقول الكلام ده كمان شويه تاني بس انا بقولها لك بس هنا ايه عشان الناس تبقى فاهمه. حد مش فاهم ده يا جماعه؟ والله يا باشمهندس في الترانسفير ستيج، طب ما انا لو البي مجهوله برضو فانا كده مش عارف الناتج فهضطر الجا لحاله الفرد. لا ما هو الناتج غالبا هيطلع ان الاون هيطلع ان اشاراته موجب سالب. يعني انا قصدي على الاشارات هنا مش القيم. لو هو في ترانسفير ستيج يبقى اشارات الاستريس الخارجي اللي فوق بالموجب واللي تحت بالسالب اللي هي النهائي. يعني هتقارن اللي فوق بالتنشن واللي تحت بالكمبريشن. تمام كده؟ تمام. هتوضح دلوقتي كده لما نيجي نطبق في المثال. تبقى الفكره بكل بساطه يا ريس ان انت بتعمل ايه؟ بترسم الاستريسات عادي زي السكشن اللي فات، تجمع اللي فوق وتجمع اللي تحت، هتلاقي ان اللي فوق فيه مجهول اللي هو البي انيشال او البي افكتيف زي ما هو طالب. طب عايز اجيب البي افكتيف دي اعمل ايه؟ المفروض ان انا اساويه بالالاوبل. مشكلتي بقى اساوي بانهي الاوبل، التنشن ولا الكومبريشن؟ فانا بقول لك اهو لو انت في الوركينج ستيج ساوي اللي فوق بالكومبريشن واللي تحت بالتنشن اللي هي نفس اشارات اللود الخارجي. لو انت في الترانسفير ستيج ساوي اللي فوق بالتنشن اللي هي نفس اشارات البري ستريسنج واللي تحت بالكومبريشن. يبقى الخلاصه ده بتاع مين؟ ده بتاع انت هتساوي بالتنشن ولا بالكومبريشن. طب تعال نشوف بقى الكلام اللي احنا قلناه ده واللي ما فهمش هيفهم في المثال اكتر.
يبقى الفكره ان احنا نمشي عادي خطوات الستيك ستريس عاديه خالص. ففكرك كده بخطوات الستيك ستريس، قلنا اول خطوه السكشن اللي فات قلنا بنحسب البروبيرتيز اوف سكشن اللي هي الاي والواي توب والواي بوتوم والاي والزد توب والزد. الخطوه الثانيه بنحسب الستريننج اكشن نتيجه الاحمال. طب انت في المساله دي مش بتعمل تشيك، ده انت عايز تحسب البي افكتيف في الوركينج ستيج، واتفقنا طالما عايز احسب اي حاجه غير الستيك ستريس فانا شغال على التوتال لود بس، فمش محتاج احسب الام ديد لود، مش عايز احسب حاجه، انا ما بعملش تشيك، انا بحسب البي افكت، فانا شغال في حاله التوتال لود بس. فيبقى الام اللي هشتغلها ام توتال لود. امال هحسب الام اون ويت ليه؟ لان كان في مطلوب بعد ده انك تعمل تشيك على الترانسفير ستيج، فمحتاج احسب الام اون ويت عشان المطلوب اللي بعده، عشان بتحسبه مره واحده. المطلوب الثالث او الخطوه الثالثه بتحسب بالستريننج اكشن نتيجه البري ستريس اللي هي البي اي والام بي اي والبي اي والام بي اي. الخطوه الرابعه والاخيره انك بتعمل السيج ستريس في الترانسفير ستيج والوركينج ستيج زي ما كان طالب، هو كان طالب في الترانسفير وكان طالب انك تحسب البي اي في الوركينج ستيج. طب تعالى كده نمشي خطوه خطوه. الخطوه الاولانيه انا بمشي عادي خالص اكني بعمل السيج ستريس، احسب البروبرتيز اوف سكشن. القطاع بتاعي مستطيل 300 في 1000. القطاع المستطيل مشكلته اهون شويه من قطاع حرف التي بتاع المره اللي فاتت. قطاع حرف التي بتاع المره اللي فاتت جبنا له الاي والواي توب والواي بوتوم، قعدنا نشرح استراكشر. امال القطاع الريكتانجولار بعرف اجيب الاي وبعرف اجيب الزد توب والزد بوتوم من غير ما احتاج الكلام اللي في النص ده. ليه؟ لان الاريا بتاعته 300 في 1000 جبتها خلاص، والزد بتاع اي قطاع مستطيل بي في تي تربيع على 6، والزد توب والبوتوم قد بعض، فالزد توب بتساوي الزد بوتوم بتساوي بي تي تربيع على 6. البي ب 300 والتي ب 1000 تربيع على 6 يديك 50 في 10 اس 6 وخلصت البروبرتيز اوف سكشن. يبقى لو القطاع جه مستطيل البروبرتيز اوف سكشن مش هتاخد دقيقه، الزد الاي بي في تي والزد بي في تي تربيع على 6 والزد توب بتساوي الزد بوتوم لانه قطاع مستطيل. طيب الستريننج اكشن نتيجه الاحمال الخارجيه، فانا عايز احسب الام اون ويت والام توتال لود بس. كنا السكشن اللي فات بنحسب لك كمان الام ديد لود. طب ليه انا ما حسبناش الام ديد لود؟ لان انا قلت لك انا هحسب البي افكتيف في مرحله الوركينج ستيج، فانا هشتغل على التوتال لود فقط، ماليش دعوه بالكيس الاولانيه اللي هي الديد لود. الديد لود لان التوتال لود الاخطر. فساعتك عشان تحسب محتاج تحسب الام اون ويت والام توتال لود. طب هو الاون ويت بكام اصلا؟ الاون ويت خدناه السكشن اللي فات بالاريا في الجاما كونكريت على 10 اس 6 عشان التحويل بس، عشان تحول لمتر. فيطلع معاك الكلام ده ب 7.5 كيلو نيوتن لكل متر طولي. ده الاون ويت. طب عايز احسب المومنت بتاع الاون ويت. كنا السكشن اللي فات كنا مدينا الكاميرا سيمبل وسبانها 21. فكنت انت حاطط الاحمال دي كحمل موزع على الكاميرا، وقلت لنا ان المومنت بتاعنا ده بيقول سكوير على 8 ومشيت وسبتنا. امال المره دي، ده المره دي الكاميرا بتاعتك سيمبل كانتليفر، اوعى حد يتلخبط في ده. هو كان مدينا اصلا في المعطيات ان الكاميرا سيمبل كانتليفر وعليها حمل قيمته كام؟ 7.5 كيلو نيوتن لكل متر طول. طب عايزين نحسب بقى يا ريس المومنت. استراكشر عادي خالص، المومنت بتاعك هيبقى 7.5 في 8 تربيع على 2، ده المومنت اللي هو السالب. المومنت الموجب 7.5 في 20 تربيع على 8 ناقص نص المومنت السالب، فيطلع ده 240 ويطلع ده 255. كان حسبت المومنت اون ويت. طب انا محتاج المومنت فين؟ هو عايز يحسب الكلام ده البي افكتيف عند السكشن رقم 1، والسكشن رقم 1 هو كان محدده في النص، فيبقى المومنت بتاعي هو ال 255، ماليش دعوه بال 240 في حاجه، لان هو عايز عند السكشن رقم 1 اللي كان مكانه في النص بالظبط. حد مش فاهم ده يا جماعه؟ الناس معايا؟ طيب هو يا باشمهندس انا كده كده مش انا شغال على الام توتال لود، انا ليه رحت جبت الام اون ويت؟ عشان هو كان محتاج المطلوب اللي بعد ده انه يعمل تشيك على الترانسفير ستيج، فانا بالمره بحسب لها حاجتها. تمام تمام. حد يا جماعه عنده مشكله؟ الناس نايمه صح؟ لا معاك يا ريس والله.
طيب لو عايزين نحسب التوتال لود، اتفقنا قبل كده ان التوتال لود هو الديد لود بالكامل زائد اللايف لود. فالديد لود بالكامل هو الاون ويت زائد الامبوزد ديد لود اللي هو الامبوزد اللي هو مدي زياده اللي هو مدونا ب 8 زائد اللايف لود، فيبقى 7.5 زائد 8 زائد 6 ب 21.5. اعمل ايه عشان اجيب المومنت؟ برضو هرسم الكاميرا تاني بس هحملها المره دي بحمل موزع 21.5. عايز ترسم المومنت، فالمومنت بتاعك بالشكل ده، وده 688 وده 731. اخد انهي عزم فيهم؟ خد العزم ناحيه السكشن اللي هو عايزه. هو عايز السكشن هنا، فيبقى المومنت بتاعنا ب 731 اللي هو في النص ده. وكده سعادتك جبت الاسترينينج اكشن ديو تو لود. انا ماشي خطوات السكستريسز عاديه خالص. بدايه بقى بالخطوه الجايه ركز معايا، عايزين نحسب الاسترينينج اكشن نتيجه البريستريس اللي هم مين يعني؟ والبي اي والام بي اي. طب هل عندي البي اي؟ ما لو كان عندي كنت جبت البي اي خلاص، كنت خلصت، ما عنديش البي اي. هل عندي الام بي اي؟ لا، عندي البي اي ده هو ده اللي هو عايزه. عندي الام بي اي؟ ما عنديش اي حاجه من دي. طب تعالى كده نعوض بالارقام بس. البي اي مش عارفه، بس طالما هو عايز البي اي يفضل انك تحط البي اي كنسبه من البي اي. بمعنى ان البي اي بتاعتك كانت بتساوي ايه، او البي اسف بتساوي ايه؟ كنا قلنا لك قبل كده ان البي افكتيف بتساوي 1 ناقص اللوسز مضروبه في البي اي. قانون ده خدناه السكشن اللي فات. طب هو كان مديه اللوز ب 10%، فيبقى البي اي بتساوي قد ايه من البي اي؟ 90%. فيبقى البي اي بتساوي 1 ناقص الار مضروبه في البي اي، 1 ناقص اللوز. طب اللوز عندي ب 10%، فواحد ناقص واحد من عشرة يديك 9/10، فيبقى البي اي بتساوي بي اي على 9/10. اهو شلت البي اي وحطيت مكانها بي اي على 9/10. ليه؟ لان هو عايز البي اي، فحاول بقدر الامكان تخلي كل حاجه كدلاله في البي اي. يبقى البي اي بتساوي بي اي على 9/10، لان انا لما هجيب البي اي دلوقتي هعوض ان انا اجيب البي اي على طول. كان مديه الاكسنتريستي بكام؟ كان هو قايل ان الاكسنتريستي ب 4/10. طب لو عايز احسب بقى الام بي اي، اتفقنا قبل كده ان اي مومنت في البري ستريس بيساوي البري ستريس فورس مضروبه في الاي. فيبقى الام بي اي بتساوي البي اي مضروبه في الاي، يعني بي اي على 9/10 مضروبه في 4/10. ده الام بي اي. كان حسبت البي اي والام بي اي، ناقص لي مين؟ البي اي والام بي اي. البي اي مش عارفها، الام والاي ب 4/10، يبقى الام بي اي بتساوي 4/10 بي اي. يعني الخطوه دي كل حاجه فيها مجهوله، انا كتبتها كرموز بس. كتبت الام بي اي كرمز، البي اي كرمز، البي اي مش عارفه فسيبته زي ما هو بي اي، والام بي اي بتساوي البي اي اللي انت مش عارفها مضروبه في الاي، يبقى 4/10 في البي اي. طب الخطوه اللي عليها الدور ايه؟ كده خلصت على فكره الاسترينج اكشن، مش هعرف اجيب اي حاجه غير كده. الخطوه اللي عليها دور الخطوه رقم 4 انك تعمل السيج ستريسز. وساعتك تركز معايا في الخطوه دي عشان الخطوه دي مهمه قوي، عشان فيها شويه اشارات لازم تكون مركز معايا فيها. ادي القطاع بتاع ساعتك اهو، قطاع ريكتانجولر، وكان بيأثر عليه حمل خارجي او مومنت خارجي ام لودز تحت. اشمعنى؟ لان القطاع ده السكشن رقم 1، والسكشن رقم 1 كان المومنت بتاعه سفلي. سعادتك مش فاكر، افكرك حالا اهو. بص كده كان العزم بتاعنا كانت كاميرا سيمبل كانت ليفر، فكان في هنا عزم سالب وفي هنا عزم موجب. فبكل بساطه يا ريس هو عايز السكشن رقم 1 ده، فالمومنت الخارجي موجب يعني بيشد تحت ويضغط فوق. خد بالك انا عملت ايه في السيج ستريسز، الاول رسمت القطاع ورسمت المومنت. ليه بقى؟ الراجل في الامتحان هنا ما كانش مديني شكل الكابل اصلا، يعني في المساله ما كانش مدي شكل الكابل في الكروس سكشن. طب انا هحدد شكل الكابل بناء على ايه؟ يعني احطه تحت ولا فوق؟ قال لك بناء على المومنت الخارجي. دايما قاعده بقى يا باشمهندس نفسك، دايما مكان الكابل
مع الشد بتاع المومنت الخارجي. يعني ايه؟ يعني المومنت الخارجي هنا بيشد تحت ويضغط فوق، فيبقى خلاص الكابل بتاعنا يبقى تحت، النقطه بتاعت الكابل تبقى مع شد العزم الخارجي. ايه ده؟ هو ممكن العزم الخارجي ما يبقاش بيشد تحت ويضغط فوق؟ امتى؟ لو كان عايز البي اي عند السكشن ده اللي هو عند المومنت السالب، السكشن رقم 2 ده، ساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها عند السكشن رقم 2 المومنت الخارجي هيبقى عكس ده، هيبقى عامل كده بيشد فوق ويضغط تحت، وبالتالي الكابل بتاعك هيتحط فين؟ هيتحط فوق. ده امتى؟ لو الشد بتاع السهم فوق. وامتى الشد بتاع السهم فوق؟ لو كان السكشن اللي احنا واخدينه كان عن في حد بصص لنا في السكشن ده. خلاص يا خلاص يا عرفنا ان سكشن خامسة هو اللي باصص فوق من السكشن. خلاص انت تعجبونا وهتزلونا. خمسة انا قلت فرد من سكشن خمسة شكله فرد طويل. احنا نكمل بعد المتر. فصل منين يا ابني؟ اول ما رسمت الكوره باشمهندس بتاعت الـ MBS العزم. اول ما رسمت كوره ايه؟ العزم لما رسمت شكل العزم بتاع الـ MBS، الشكل اللي هو السهم يعني بتاع العزم بيشد منين وبيضغط فين. طيب الراجل كان عايز يعمل تشيك عند السكشن رقم 1 اللي انا كنت راسم لك الكاميرا هنا كده، بقول لك ده عزم سالب وفي عزم موجب كده، فهو كان عايز يعمل تشيك عند العزم الموجب ده، وبالتالي العزم او ديل السهم بتاع العزم ده بيشد تحت ويضغط فوق مع العزم. واما اجي افرض بقى البري ستريس اللي هو الكابل بتاعنا نفرده فين، دايما بفرد الكابل مع ديل السهم، فالكابل بتاعنا يبقى تحت هنا، ودي ملحوظه مهمه. يعني فرضا كان عايز يحسب البي افكتيف في الوركينج ستيج بس عند سيكشن تاني اللي هو السيكشن ده مثلا، اللي هو السيكشن رقم 2 ده اللي عند الركيزه، لو كان عايز يحسب ده السيكشن رقم 2 ده العزم بتاعه الخارجي عامل ازاي؟ بيشد فوق ويضغط تحت، وبالتالي الكابل بتاعه يبقى العكس، هتلاقي ان الكابل هيطلع فوق. فخد بالك وحدد السكشن كويس اللي هو عايزه، دايما الكابل مع ديل السهم بتاع العزم الخارجي. طب تيجي بقى نرسم كده، يبقى كده ده الكابل بتاعنا، يبقى البري ستريسنج او اسف الاستريس بتاع العزم الخارجي اللي هو العزم بتاع اللود الخارجي بيضغط فوق ويشد تحت، والقيمه قيمتها كام؟ المومنت الخارجي في 10 اس 6 على الزد توب، ودي المومنت الخارجي في 10 اس 6 على الزد بوتو. ده مين؟ ده الاستريس الناتج من الحمل الخارجي الاكسترنال لود. طب نتيجه الكابل اللي انا حطيته اللي ما كانش محطوط في المساله، ولا اللي حطيته بناء على ايه؟ دايما الكابل بيبقى مكانه مع ديل السهم بتاع العزم الخارجي. طب ليه الحركه دي؟ عشان يبقى الام بتاع البري ستريسنج فورس عكس العزم الخارجي، لان الكابل مكانه تحت فبيضغط تحت،
فيبقى السهم بتاع الضغط بتاعه او السهم بتاع المومنت بتاعه السهم ناحيه الضغط والديل ناحيه الشد. ده المومنت الناتج من بري ستريس، بيضغط في الناحيه اللي فيها الكابل وبيشد في الناحيه الثانيه. طب عايزين نحسب الاستريس الناتج من ده من البري ستريسنج بقى. قلنا مبدئيا القوه بتاعت البري ستريس بتتنقل بقوه وعزم، فالقوه بتاثر في النيوترال اكس في النص بالظبط، فبتعمل مستطيل ضغط قيمته البي في 10 اس 3 على الاري. انهي بي؟ انهي بي دي؟ لو انت في الوركينج ستيج فاحنا اتفقنا ان البي بتاعتنا اسمها بي بي افكتيف مش بي انيشال، لانك في الوركينج ستيج. طب المومنت بتاع البري ستريس ده بيشد فوق ويضغط تحت، فهيعمل ستريس هو كمان، شد فوق وضغط تحت. ده المومنت بتاع البري ستريس في 10 اس 6 على الزد توب. ده كده الاستريسات التوتال الواقع على القطاع، ستريس من الاكسترنال لود واثنين ستريس من البري ستريسنج فورس. وده خدناه السكشن اللي فات بقى، المفروض خدنا الكلام ده السكشن اللي فات. طب احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ الشكل اللي عندنا ده عايزين نعوض في الشكل اللي فوق ونساويه بالالاوبل ستريس، وعايزين نعوض في الشكل اللي تحت ونساويه بالالاوبل ستريس. هتلاقي كل اللي فوق ده مجهول في البي اي، وكل الارقام اللي تحت مجهوله هي كمان في البي اي. فلو انت ساويتها برقم بالالاوبل ستريس هعرف اجيب لك البي اي. طب اساوي بقى بالالاوبل ستريس فوق كومبريشن ولا تنشن، والالاوبل ستريس اللي تحت اساويه كومبريشن ولا تنشن؟ قال لك بص، ده اللي كنت بقوله من شويه بقى، لازم تتوقع شكل الاجهاد النهائي. يعني المفروض لما تجمع دول على بعض هيديك شكل نهائي الاجهاد، شكل الاجهاد النهائي عامل ازاي. فانت معكش القيم، فانا هقول لك قاعده تتوقع بيها شكل الاجهاد النهائي. شكل الاجهاد النهائي المتوقع حاجه من الاثنين، لو انت في الترانسفير ستيج فاللي بيغلب دايما الاحمال او شكل الاستريس الناتج من العزم بتاع البريستريس. لو انت في الترانسفير ستيج هتلاقي ان شكل الاجهاد النهائي بياخد نفس شكل العزم بتاع البريستريس، يعني يبقى موجب فوق سالب تحت. فاما اجي اساوي اللي فوق هساويه بالتنشن، واما اجي اساوي اللي تحت هساويه بالالاوبل كومبريشن. ده لو انت في الترانسفير ستيج. ليه فهمت لك من شويه؟ في الترانسفير ستيج الاحمال اللي بتاثر عليك الاون ويت والبري ستريس البي انيشال، ده في الترانسفير ستيج. فالبي انيشال كبيره والاون ويت صغير، وبالتالي اللي هيغلب المومنت بتاع مين؟ بتاع البري ستريسنج. ده في الغالب يبقى اشارات المومنت ده هي المتوقعه انها تكون نفس الاشارات بتاعه الشكل الايه؟ النهائي للاجهاد اللي هو الفاينل ستريس. طب لو انت في الوركينج ستيج، الوركينج ستيج الحمل كبر شويه بقى توتال لود. الناس قبل ما يقطع شغال اللي فتح الباك يقفله. باشمهندس اقفل المايك. يا ابني اقفل المايك يا ابني. لو انت في الوركينج ستيج فاللي بيأثر عليك كحمل التوتال لود، واللي بيأثر عليك كبري ستريس البي افكتيف. فمين اللي هيغلب؟ اللي هيغلب التوتال لود هي الاكبر. فيبقى الاشارات بتاعه الاستريس النهائيه تاخد نفس اشارات التوتال لود او اللودز الخارجيه. فهتلاقي ان نفس الاجهاد بتاع الاكسترنال لود، يعني اشارات الفاينل ستريسز هتبقى فوق سالب وتحت موجب. وده مهم قوي، لازم سعادتك تحدد لنفسك الشكل المتوقع للفاينل ستريس. وعلمتك بنعملها ازاي، عايز تحفظها احفظها. الفاينل ستريسز بتاخد نفس اشارات البري ستريسنج مومنت لو انت في الترانسفير ستيج. الفاينل ستريس بياخد نفس اشارات الاكسترنال لود لو انت في الوركينج ستيج. اشمعنى؟ لان في الترانسفير ستيج الاحمال اللي عليك صغيره والبري ستريس كبير، فالبري ستريس يكسب، فالفاينل ستريس ياخد نفس اشارات المومنت بتاع البري ستريس. في الوركينج ستيج الاحمال اللي عليك كبيره التوتال لود والبري ستريسنج اقل، فالتوتال لود يغلب، فالاشارات بتاع الفاينل ستريس تاخد نفس اشارات
الاكسترنال لوب. طب بقول الكلام ده ليه؟ هو هيفرق معايا الاشارات؟ اه بيفرق. ليه بقى؟ لانها دلوقتي هساوي الاجهادات الفعليه اللي هي الناتجه من الاحمال الخارجيه والناتجه من البري ستريس، هجمعهم على بعض واساويهم بالالاوبل باشارته. يعني ايه باشارته؟ يعني لو الالاوبل كومبريشن يبقى هقول الكلام ده، ده الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده اللي هما اللي فوق، هقول بيساوي سالب الالاوبل كومبريشن، لان انا كنت هقارن اصلا بالكومبريشن لو كان الارقام دي تلعب بالسالب. فانا لازم اعمل كل حاجه باشارتها بعد اذنكم. بعملها ازاي؟ اجمع اللي فوق مع بعض واقول بيساوي، احنا في الوركينج ستيج، بيساوي سالب الالاوبل كومبريشن. الالاوبل كومبريشن بكام بقى؟ انت في الوركينج كيس بي، فالالاوبل كومبريشن بتاعك ب 35% الاف سي يو. هجمع الارقام اللي تحت، ده زائد ده زائد ده، وهلاقي ان الارقام دي مجهوله في البي اي. موجب الاوبل تنشن. طب الاوبل تنشن بكام؟ انت في كيس بي، فالاوبل تنشن كان الكي في الجذر الاف سي تي ار. فانت خلاص عرفت هتعمل ايه. انا هجمع الاسترسات اللي فوق واسويها بالاوبل كومبريشن بسالب الاوبل كومبريشن، وهجمع الاسترسات اللي تحت واسويها بالموجب الاوبل تنشن. هطلع من فوق قيمه للبي اي، وهطلع من تحت القيمه للبي اي، وتاخد الاقل فيهم، البي الاقل فيهم. او بطريقه ثانيه لو عايز تحل اسرع في الامتحان، بنعمل ايه؟ بناخد الاسترسات اللي اشارتها موجب، اللي الفاينل بتاعتها موجب، اللي هي التنشن. فهجمع الارقام اللي تحت، ركز معايا بالله عليك كده، هجمع الارقام اللي تحت هتبقى مجهوله في البي اي، هسويها بموجب الالاوبل تنشن، هتطلع عندي بي اي رقم، لان غالبا التنشن هو اللي بيطلع البي اي الاقل. وبعد ما طلعت البي اي هرجع اعوض بيها في الالاوبل كومبريشن، يعني اعوض بيها في الارقام اللي فوق، هيطلع لي ان الاكشوال ستريس برقم هقارنه بالالاوبل كومبريشن. يبقى انا للسهوله بعمل ايه؟ قال لك للسهوله عشان تسرع في الحل، هنعوض في معادله التنشن اللي هي تحت، وبعد ما اجيب البي اي هبقى اعمل تشيك على الكومبريشن بدل ما اطلع 2 بي اي. بس انت في الامتحان بي اي وتاخد الاقل فيهم، صح مش غلط؟ يعني ممكن تعوض مره فوق وتساويه بالتنشن، وتعوض مره اسف تحت وتساويه بالالاوبل تنشن اللي هو موجب الكي في 6 من 10 جذر الاف سي يو. اشمعنى موجب؟ لان باخد اشارات الاستريس ده، خد بالك من الاشارات، واجمع اللي فوق واساويه بسالب الالاوبل كومبريشن، واطلع من هنا بي اي واطلع من هنا بي اي واخد الاقل. دي طريقه. الطريقه الثانيه الاسهل، اجمع اللي تحت واساويه بالالاوبل تنشن اللي هو موجب الكي في 6 من 10 جذر الاف سي يو، هيطلع لي من هنا بي اي، اخدها واعوض بيها فوق، هيطلع لي اكشوال ستريس برقم اقارنه بالكومبريشن الاوبل، واشوف هو سيف ولا انسي. فده اللي انا هعمله معاك. حد مش فاهم ده يا جماعه؟ يا شباب لو حد مش فاهم يوقفني. الناس سامعاني؟ طيب معاك يا هندسه، معاك. طيب حد مش فاهم؟ ماشي. لا حياة لمن تنادي. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنساوي زي ما قلت لك بقى، هجمع الارقام اللي تحت واساويها بالالاوبل تنشن. فتعالى نعمل الكلام ده. الارقام اللي تحت بمين؟ بص كده فور تنشن، جبت الارقام اللي تحت بس عوضت بقى ام توتال لود، لان بعوض في الوركينج ام توتال لود في 10 و6 على الزد بوتوم او توب مش فارق، الزد واحده، ناقص باشارتها البي اي في 10 اس 3 على الاي، ناقص باشارتها ام بي في 10 اس 6 على الزد بوتوم او توب مش فارق. الكلام ده في الاخر بيساوي ايه؟ موجب الاف تنشن. عرفت منين ان هو موجب وعرفت منين ان هو اف تنشن؟ ان الاستريس النهائي في الوركينج ستريس او في الوركينج ستيج بياخد نفس اشارات البري ستريس، مش دايما موجب، يعني مش دايما تحت موجب وفوق سالب. خد القاعده مني، هو دايما بياخد نفس اجهادات الاكسترنال، نفس اجهادات الاكسترنال لود. لو انت في وركينج ستيج بتاخد نفس اجهادات الاكسترنال لود، مش دايما هتلاقي ان الاكسترنال لود تحت موجب وفوق سالب، ممكن ساعات يقلب،
وبالتالي الفاينل ستريس هيقلب برضه. فانا قلت يبقى اللي تحت بيساوي موجب الاف تنشن اللوكال، هتعوض الارقام دي كلها عندك، الام توتال لوكال عندك بس ضربته 10 و6 عشان احوله، الزد كانت عندك، البي اي مش عندي، الاريا كانت عندي، الام بي اي كنت جايبها نسبه من البي اي 4 من 10 من البي اي، ف10 اس 6 على 50 ف10 اس 6 بيساوي موجب الاف تنشن الاول. طب اجيب الاف تنشن الاول منين؟ انا كيس انا وركينج ستيج كيس بي، فالاف تنشن الاول ب6 من 10 جذر الاف سي تي ار او جذر اسف الاف سي يو، هتروح تعوض كده هيطلع معاك الرقم ده تقريبا البي افكتيف ب 1000 كيلو نيوتن. طب هل البي افكتيف دي تسيف تنشن، يعني دي تخلي لك اللي تحت سيف في التنشن، هل انت متاكد ان البي افكتيف دي لو عوضت بيها فوق تديك سيف كومبريشن، يعني لما اقارنها بالالاو بتطلع سيف؟ ما اعرفش. فبعمل ايه؟ بعوض في الارقام اللي فوق في الكومبريشن، بس بعمل تشيك بقى مش بجيب حاجه ثانيه، يعني مش بجيب البي اي ثاني. فالتشيك انك تعمل ايه؟ تعوض في الارقام اللي فوق بالبي اي اللي انت جبتها. تعال نعوض كده، سالب ام في 10 اس 6 على الزد، سالب الام توتال في 10 اس 6 على الزد ناقص البي افكتيف اللي انت جبتها اللي هي ب 1000 في 10 اس 3 على الاريا، زائد الام بي افكتيف اللي هي 4 من 10 في 1000 في 10 اس 6 على الزد، هيطلع معاك الرقم ده بسالب 9.95%. سيف ولا ان سيف؟ ما اعرفش. طب اقارنه بمين ده؟ انا كنت متاكد ان هو هيطلع كومبريشن، فعلا طلع كومبريشن اهو. طب اقارنه بالالاو بالكومبريشن، طب الالاو بالكومبريشن بكام؟ بسالب 12 من 100 ميجا باسكال اللي هي 4 من 10 في الاف سي يو، فاتسالب 12 من 100 ميجا باسكال. طب كده الالاو بالكومبريشن ب 12 والاكشوال كومبريشن ب 9.95، سيف ولا ان سيف؟ لا يبقى كده سيف، يبقى الاف توب اقل من الاف سي الاو، يبقى انت كده ايه؟ اوكي سيف. والبي اللي انت جبتها دي بتسيف التنشن لان جايبها من التنشن اصلا، واما عوضت بيها بالكومبريشن وعملت التشيك طلعت كمان بتسيف كومبريشن، وده المتوقع. حتى لو انت رحت جبت البي اي من فوق وجبت البي اي من تحت هتلاقي ان البي اي اللي فوق هتطلع معاك ب 1100 او 1200 لو سويت الارقام اللي فوق بالسالب كومبريشن، هيطلع معاك ان البي اي من فوق بسالب 1200 مثلا، والبي اي اللي تحت هتطلع معاك ب 1000 تقريبا، وبالتالي هتاخد انت البي اي الاقل. فده حل تاني انك تعمل التنشن وتعمل الكومبريشن وتجيب 2 بي اي وتاخد الاقل، او بجيب البي اي من التنشن واعمل تشيك على الكومبريشن زي ما عملنا كده. طب يا جماعه طب سامعيني؟ طيب معاك يا شانس كده، انا حسبته خلاص البي افكتيف ب 1000 وعملت عليها تشيك وطلعت الحمد لله سي. وبكده خلصت الخطوه الثانيه او المطلوب الثاني، احسب البي افكتيف في الوركينج ستيج عند السكشن رقم 1. وكان قايل لي كنت المشكلة عند بس ولا ايه معاه؟ لا هو صدفة بس. لا لا عند كل رابط.
منور يا سيكشن، سيكشن 5 فعلا منور بقى، ده فعلا كده منور. سامعيننا يا جماعه؟ معاك يا هندسه. هو في ايه؟ هي حصلت معايا قبل كده بس انا شلت كتير قوي ونزلته تاني اتعدل يعني. اشحنوا النت بقى، اشحنوا النت. مش ما تجيبوهاش في سيكشن 5، روح اشحنوا النت. ماشي يا عم، انا اللي غلطان، انا اسف، انا اسف. فالمطلوب التالي كان عايز يعمل تشيك ستريسز على الترانسفير ستيت، فعايز يحسب الام اون ويت والبي اي والام بي اي. فاحنا حسبنا الام اون ويت قبل كده، ناقص تحسب مين؟ البي اي والام بي اي عشان اعوض بيهم هنا. طيب البي اي بكام؟ البي اي كان بي اي على 9 من 10، تطلع ان البي اي بتاعتك ب 1111. طب والام بي اي؟ بي اي مضروبه في الاي، والاي بتاعتك ب 4 من 10، فيطلع معاك ده ب 444 و4 من 10 كيلو نيوتن متر. طب وبعدين عايز اعمل التشيك، ده تشيك عادي خالص، هتعوض بقى بالارقام دي في المعادلات دي. طلع الرقم بالموجب هروح اقارنه بالقلاوه بالتنشن، طلع الرقم بالسالب هقارنه بالقلاوه بالكمبريشن. فتعال نشوف الكلام ده، الاف توب هتبقى بتساوي سالب الام اون ويت، بعوض بقى بالام اون ويت والبي اي والام بي اي باشارتها، يبقى سالب الام اون ويت في 10 اس 6 على الزد توب ناقص البي اي في 10 اس 3 على الايه زائد الام بي اي في 10 اس 6 على الزد، يطلع معاك ده بموجب 8 من 100. طب الموجب 8 من 100 دي اقارنها بمين؟ اقارنها بالقلاوه بالتنشن في الترانسفير ستيج. عند انهي ركيزه؟ هل انا بحسب عند الركيزه ولا في النص؟ لا انا بحسب في النص، وبالتالي القلاوه بالتنشن هنا كان ب 22 من 100. او هو ايه ده؟ ده في الاخر خالص ب 22 من 100 جذر الاف سي يو، ال 22 من 100 جذر الاف سي يو. طب هنعمل نفس الكلام في البوتوم، هتعوض بالارقام في البوتوم عادي خالص، نفس الارقام بالظبط بس بشارتها موجب ام اون ويت في 10 اس 6 على الزد بوتوم، اللي هي زد بوتوم او زد توب مش فارقه، ناقص البي اي في 10 اس 3 على الاي ناقص الام بي اي في 10 اس 6 على الزد، يطلع معاك ده بسالب 7 49 من 100. فالفاينل ستريس فوق موجب وتحت سالب. لو خدت بالك ان في الترانسفير ستيج اللي كسب اشارات البري ستريس، خدت بالك؟ بص في الترانسفير ستيج الفاينل ستريس طلع فوق موجب وتحت سالب، شبه مين؟ شبه المومنت بتاع البري ستريس بالظبط. ليه؟ لان في الترانسفير ستيج الاون ويت صغير والبي اي كبيره، فاللي يغلب المومنت بتاع مين؟ البري ستريس. فده ممكن تعمل تشيك على نفسك يعني. طب بعد كده بنحسب الالاو بالستريس في الكومبريشن كان ب 48 من 100 اف سي اي في الترانسفير ستيج، وفي التنشن كان ب 22 من 100 جذر الاف سي اي، لانك واخد قطاع في النص مش قطاع عند ركيزه. وهيطلع هنا سيف، وهيطلع هنا برضو سيف، في الحالتين هو سيف لان الالاوبل اكبر من الاكشوال، ففي الحالتين بتوعك هم سيف. وكده خلصت مطلوب رقم 3 انك تعمل تشيك على الترانسفير ستيج، وده مش مطلوب جديد، ده سعادتك خدته من السكشن اللي فات، هو فنفس نفس المطلوب بتاع السكشن اللي فات بالظبط. طب المطلوب رقم 4، الراجل كان عايز يرسم الستريننج اكشن الناتجه من البري ستريس. طب نعملها ازاي دي؟ الستريننج اكشن الناتجه من البري ستريس كنا محافظينها له ان المومنت بتاع البري ستريس هو نفس شكل الكابل، المومنت بتاع البريستريس اسف مقلوب شكل الكابل، اسف المومنت بتاع البريستريس مقلوب شكل الكابل او مقلوب شكل العزم الخارجي، هي لان شكل الكابل اساسا واخد نفس شكل العزم الخارجي. وكانت قيم المومنتات بكام؟ البي في الاي. طب انهي بي؟ انا معايا دلوقتي بي افكتيف وبي انيشال، احسب انهي بي؟ يعني لو عايز احسب المومنت ده البي بتاعته بالافكتيف ولا الانيشال؟ انا هضرب في الاي اللي هي ب 4 من 10 ماشي، بس البي بقى هل هي الافكتيف ولا البي انيشال؟ قال لك بص كده، انا دايما بفرض انها فين؟ في الوركينج ستيج. دايما وانت بتحسب التريننج اكشن افرض ان انت في الوركينج ستيج، وبالتالي يبقى البي بتاعتك هي البي افكتيف دايما. فيبقى المومنتات ده اهي بي افكتيف في الاي، يعني 1000 في 4 من 10 يديك 400، ودي 1000 في 4 من 10 يديك 400. فالمومنت يا باشمهندس عكس شكل الكابل، مقلوب شكل الكابل، وقيمته البي في الاي. انهي بي؟ انا بفرض دايما وانا بحسب الستريننج اكشن
ان انا في الوركينج ستيج وانت في الوركينج ستيج البي بتاعتك اسمها بي اي، فالبي اي مضروبه في الاي يديك 400، والشير كان دايما بصفر والنورمال كان بسالب البي اي اللي هو سالب 1000، دايما ثابت على كل القطع على كل الكاميرا بسالب البي اللي بتاثر عليك، وانا في الوركينج ستيج يبقى سالب البي اي. كده خلصت المطلوبه 4، رسمت الاستريننج اكشن الناتجه من البري ستريس. المطلوب الخامس كان عايز يحسب الكويفلنت لود، فكنت قلت لك قبل كده ان الكويفلنت لود هو الحمل المكافئ اللي لو حطيته على الكاميرا يديك نفس شكل العزم بتاع البري ستريس، وعرفته لك قبل كده. يبقى الكويفلنت لود ده الحمل المكافئ اللي لو ساعتك حطيته على الكاميرا دي يديك نفس شكل العزم الناتج من البري ستريس. طب ده العزم الناتج من البري ستريس اهو، برابولا لتحت وهنا سالب لفوق، سالب لتحت اسف، وبرابولا فوق. طب العزم ده ايه الاحمال اللي ممكن تديه نفس شكل العزم ده؟ قال لك ده العزم هنا برابولا، فلازم الحمل اللي هنا اللي على الكابولي يبقى ايه؟ حمل موزع. وعشان يدي العزم اللي تحت كده لازم الحمل الموزع يبقى من تحت لفوق، وعشان البرابولا تتعلق لتحت لازم يبقى في حمل موزع تاني على الاسبان ده اللي هو الاسبان اللي في النص برضو من تحت لفوق. فيبقى الايكوفالنت لود كشكل بستنتجها من العزم ده، انا عايز احمال احطها على الكاميرا يديني نفس شكل العزم ده بالظبط. فعندي على الكابولي في حمل موزع قيمته دبليو 1، وعندي في النص حمل موزع اسمه دبليو 2. هل الدبليوات متساويه؟ ما اعرفش، سميهم اسمين كده وهنشوفهم متساويين ولا لا. ففي هنا حمل موزع هيرسم لي البارابولا ده ايه، وفي حمل موزع في النص هيخلي البارابولا دي تقع لتحت كده، يعني تتعلق بارابولا تانية كده. طب لو عايز احسب بقى قيمه الدبليو 1 والدبليو 2 قدامك طريقتين، يا السيتا ميثود يا الام ميثود. ونصحتك قبل كده ان اي شكل بارابولا استخدم له الام ميثود اسهل، اي شكل خطوط مكسره استخدم له السيتا ميثود اسهل. فلا استخدم هنا الام ميثود. ايه الام ميثود دي؟ افكرك كده، كنا بنرسم الشكل الناتج من الاحمال وساوي ارسم العزم اسف الناتج من الاحمال وساوي العزم الناتج من الاحمال بالعزم بتاع البري ستريس. يعني لو انا عندي الحمل كده العزم بتاعه عامل ازاي؟ القيمه بدبليو 1 في 8 تربيع على 2 اللي هي دبليو ال سكوير على 2، يبقى دبليو 1 في 8 تربيع على 2 والقيمه ده اهي لازم تساوي ال 400. ما انا بقول لك انا هجيب احمال تديني نفس شكل العزم ده بالظبط، ده الايكوفالنت لود. يبقى ال دبليو ال سكوير على 2 دبليو 1 في ال تربيع على 2 بيساوي ال 400 دي. ال ال عندك ب 8، تروح تجيب ال دبليو 1 يطلع ب 12.5 كيلو نيوتن على متر طولي. طب عايز احسب ال دبليو 2، طب ما سعادتك عارف ان المومنت اللي هنا ده، المومنت اللي هنا الموجب ده بيساوي دبليو 2 في سنه رابعه بقى المفروض عارف استراكشر، يعني في ال تربيع على 8 ناقص نص العزم السالب ام نيجاتيف على 2. اي بارابولا عايز تعلقها كده من عزم سالب فقيمه المومنت عندها ب دبليو ال سكوير على 8 ناقص نص قيمه العزم السالب ده. فتعالى كده نشوف هنجيبها ازاي. المومنت ده بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي دبليو ال سكوير على 8 ناقص الحته الصغيره دي. فالحته الصغيره دي اللي هي نص العزم السالب بكام بقى؟ العزم السالب ب 400 نصه بكام؟ ب 200. يبقى المومنت بيساوي دبليو 2 في ال سكوير على 8 ناقص 400 على 2. المومنت ده بقى كله بالكامل بيساوي القيمه دي اللي هي بكام؟ اللي هي ال 400. فيبقى الكلام ده بيساوي 400. من هنا هتطلع الدبليو 2 هتطلع معاك ب 12 كيلو نيوتن على المتر الطولي، ما تلاقوش متساويين. طلع ان عند الكابولي ب 12.5 واللي في البحر ب 12. حسبتها ازاي؟ استراكشر، حطيت الاحمال الاول تخيلت شكل الاحمال اللي هتديني نفس شكل العزم ده، فلقيت ان الكابولي ده عشان يدي بارابولا كده محتاج حمل موزع من تحت لفوق، وعشان البارابولا دي تتعلق بارابولا فوق كده محتاجه حمل موزع برده من تحت لفوق. طب قيم الاحمال دي بكام؟ استخدمها او احسبها بالام ميثود. هرسم العزوم كرموز منين؟ من دبليو 1 ودبليو 2، واساوي كل عزم بالعزم اللي قصاده الناتج من البري ستريس. فده دبليو في ال تربيع على 2 بيساوي 400، وده الدبليو في ال تربيع على 8 ناقص 200 بيساوي 400.
تطلع ده بي واحد ب 12 ونص وده اتنين ب 12. طبعا يا جماعه حد مش فاهم ده؟ جدا يا باشمهندس. طيب ده بالنسبه للخطوه الخامسه او المطلوب الخامس، ازاي تحسب الايكوفالنت لود الناتج من بريستريس. المطلوب السادس بقى كان عايز يحسب الديفليكشن عند في البيم بتاعتنا عند الميد سبان. كنا بنعمل الخطوه دي ايه؟ لو ساعدتك فاكر كنا بناخد الايكوفالنت لود ونحول الكاميرا بتاعتنا بقدر الامكان انها تكون كاميرا سيمبل، ومن القوانين المحفوظه بنشوف الاحمال اللي عليها بتعمل كامبر ولا ديفليكشن، والكامبر كنا بندي له اشاره سالب والديفليكشن بندي له اشاره موجب، وبنعوض في القوانين المحفوظه لو هي ايه قوانين محفوظه. ده امتى؟ ده لو الراجل مديك مساله بري ستريس فقط، يعني مش مديك عليها اي احمال خارجيه. طيب توقع بقى معايا كده ان الكاميرا بتاعتنا ايه، ده الاليفيجن بتاعك، وانت عندك كان كابل مرسوم عامل كده، دي الكاميرا بتاعت دي المساله بتاعتنا على فكره سيمبل بكانتليفر، وعندك كابل مرسوم جواها عامل كده. نتيجه وجود قوه على الكابل اللي هي البي اللي هي بري ستريسنج فورس، نتيجه وجود جوه على الكابل كده اسف نتيجه وجود جوه على الكابل، القوه اللي على الكابل دي بتضغط في الكابل. فبتعمل ايه في الكاميرا؟ يا كامبر يا ريفليكشن، الله اعلم المحصله هتبقى ايه. يعني ممكن البري ستريسنج فورس تبقى المحصله بتاعتنا كامبر او ديفليكشن، غالبا بيكون كامبر. هو بس الكاميرا دي بقى دلوقتي شايله احمال فوقيها اللي هي التوتال لود، الاحمال الخارجيه بالكامل. الاحمال ده اهي 100% بتعمل في الكامبر في الكاميرا ايه ديفليكشن. فلو عايز احسب بقى الديفليكشن التوتال، هيبقى الديفليكشن الناتج من التوتال لود اطرح منه شويه الكامبر اللي هيتعاملوا من مين؟ من البري ستريس. يبقى خد بالك من الحته دي، لو جاب لك مساله بري ستريسنج بس بدون اي احمال خارجيه، يبقى بالتالي الديفليكشن الناتج هو الديفليكشن الناتج من البري ستريس بس. امال لو مساله زي اللي عندنا كده ده فيها حمل خارجي توتال لود وفيها بري ستريس فورس اسمه البي افكتيف، ما احنا بقى طالما توتال لود فالبي بتاعتك بي افكتيف، يبقى بالتالي تحسب الكامبر او الديفليكشن اللي حاصل بري ستريس وتجمع عليه او تطرح منه الكامبر او الديفليكشن الناتج من التوتال لود، ويبقى ده اسمه النت ديفليكشن، الديفليكشن التوتال او الكامبر التوتال اللي هيحصل الناتج من البري ستريسنج والناتج من الاحمال الخارجيه. فلو انا عندي مساله زي دي في الامتحان هقسم الصفحه نصين، هقول له التوتال نت ديفليكشن بيساوي الديفليكشن الناتج من بري ستريس زائد الديفليكشن الناتج من التوتال لود، واقوم جاي اقسم له الصفحه كده نصين. النص اللي على الشمال هحسب لك الديفليكشن او الكامبر الناتج من البري ستريس. فكنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنحط الكاميرا ونحط عليها الايكوفالنت لود. ايه ده يا باشمهندس؟ هو انت محتاج الايكوفالنت لود عشان تحسب الكامبر او الديفليكشن بري ستريس؟ اه. واقول لك بقى لو انت لو هو في الامتحان حب يضحك عليك هيعمل ايه؟ مش هيطلب المطلوب اللي فات اللي هو رقم 5 اللي هو الايكوفالنت لود. امال هيطلب ايه؟ هيطلب هيقول لك كده كالكوليت ذا ديفليكشن. فانت عشان تحسب الديفليكشن محتاج الاول مين؟ الايكوفالنت لود. فانت كنت هتحسب الاول الايكوفالنت لود وبعد كده هتحسب الايه؟ الديفليكشن. الراجل هنا عايز ايه؟ عايز الديفليكشن او الكامبر في نص الليزبان، هو اللي قايل. طب الشكل ده الحمل الموزع ده ليه حاله محفوظه وحفظتها لك قبل كده اللي هي 5 في دبليو في ال اس 4 على 384 الاي ار. طب الكابولي ده اعرف اجيب تاثيره على الديفليكشن اللي في النص بحاله محفوظه؟ اه، كنا مدينا لك قبل كده ان احنا ممكن نحول الكابولي لعزم، والعزم ده اللي موجود على الركيزه بعرف اجيب له الديفليكشن في نص البحر بقيمه محفوظه.
هو فصل برضو ولا عيب عندي؟ سيء اكيد فسر زي المره اللي فاتت وهيجي تاني. انت بتفكرنا يا سيد ولا ايه؟ كمل نوم يا سيد، كمل نوم. ايه ده انت سيد نايم؟ كمل نوم. صباح صباح الخير. صباح الفل عليك ابو السيد، حدانا حلوه جميل. بس يا حبيبي خلاص. طب ابيع قلل باشمهندس ولا ايه؟ جاب تفتح كده من الويب من جوه. الفكره عندي، لا الفكره عندي ان الواي فاي هو اللي بيفصل. انا اكتشفتها دلوقتي، الواي فاي هو اللي بيفصل من النت، من اللاب. اللاب فيه مشكله في الويندوز. يلا معلش ربنا يتولك بحمد. يلا الحمد لله. فانا طلعنا الديفليكشن، الناتج من الديفليكشن والكامبر، طلع في الاخر ان البري ستريس مطلع ديفليكشن بالسالب، سالب 15000 على الاي ار. طب الناتج من الاحمال الخارجيه بقى، انا عندي الكاميرا دي 21.5، جبناه منين ده؟ جبناه من الخطوه بتاعه التوتال لود. طب هو عايز يحسب الديفليكشن في النص، نفس الكلام، افصل الكابولي وحط مومنت. دي للسهم بتاع العزم ده لفوق، السهم ده هيعمل كامبر والحبل بتاعه بيأثر من فوق لتحت فهيعمل ديفليكشن. طيب انا كده يا باشمهندس عندي حملين او عندي حالتين، حاله العزم بس دي بتعمل كامبر لفوق بالسالب، بعرف منين ان العزم بيعمل كامبر او ديفليكشن؟ بيبقى مع السهم مع الديل بتاع السهم. الديفليكشن او الكامبر بيبقى مع ديل السهم، يعني ديل السهم لفوق يبقى كده الكامبر دي هتعمل كامبر، ديل السهم هنا لتحت يبقى الكامبر دي هيحصل لها ديفليكشن. الحمل بتاعي من تحت لفوق يعمل كامبر، من فوق لتحت يعمل ايه؟ ديفليكشن. هتجمع ده زائد ده غالبا الاحمال هتعمل لي ديفليكشن في النص، فيطلع فعلا السمشن اللود برقم بالموجب على الاي ار. جبتها من الحالات المحفوظه، كان دي ليها حاله محفوظه دي ليها حاله محفوظه. رحت جبت السمشن اللود. طب النت بقى بكام؟ يعني الديفليكشن النت النهائي بكام؟ ده زائد ده باشارته، فيبقى سالب 15000 على الاي اي زائد 27591.6 على الاي اي، يطلع معاك الرقم ده بالموجب برضه، بس موجب اقل من ده، وبالتالي الديفليكشن اقل شويه عن اللي كان موجود. يبقى وجود البري ستريس قلل الديفليكشن لان هو عامل كامبر والاحمال كانت عامله ديفليكشن، اما جمعناهم مع بعض ادانا ديفليكشن بالموجب بس اقل من اللي كان هيحصل لو كانت احمال بس، وبالتالي ده كده ديفليكشن. وكده خلصت حساب الديفليكشن. يبقى مشكله حساب الديفليكشن في المسائل الكبيره دي ان انت بتحسب البري ستريس بس، لا احنا بنحسب كمان مين؟ بنحسب كمان الديفليكشن ناتج من اللودز، وبس وبفرض انها في الوركينج ستيج فبحمل الكاميرا بالتوتال لود، وبالتالي يبقى الديفليكشن النت النهائي ده زائد ده باشارته، يعني ده بالسالب وده بالموجب، يطلع لك في الاخر ديفليكشن بالموجب بس اقل من اللي كان هيحصل لو كان عندك احمال بس. طيب يا جماعه المساله اللي بعدها ده كانت فاينل 2018 تقريبا، كانت فاينل باشمهندس اسامه تقريبا، فاينل بتاعه كانت فاينل 2018 دي. مساله فريم ومديك الحمل اللي عليه الجي انكلودنج الاون ويت، يعني ده التوتال ديد لود على بعضه مديهولك ب 20 واللايف لود مديه ب 10، وعايز يعمل ايه؟ الجيفن البيم 400 في 1200، البي انيشال 1500، واللوزز ب 15% والاف سي يو ب 45 ميجا باسكال. والراجل ده كان طالب اول مطلوب انك ترسم الكيبل بروفايل. المطلوب الثاني انك تحسب ال في السيرفيس، ال اد سيرفيس فور فول بري ستريسنج. السيرفيس هي الورك، هي نفس المرحله. طب ايه فور فول بري ستريسنج دي؟ عشان يحدد لك انت انهي كيس، A ولا B ولا C ولا D. فكنت قلت لك ان كيس A هي الفول بري ستريس، فده معناه ان هو عايز يحسب الطول L ده في الوركينج ستيج في الفول بري ستريسنج اللي هي كيس A.
طب تعال نحل كده بالراحه. اول حاجه الكيبل بروفايل، عشان ترسم الكيبل بروفايل سعادتك محتاج الاول ترسم مين؟ شكل العزم الخارجي. فادي الفريم اهو، سعادتك شاطر في استراكشر. فريم زي ده اكيد مفيش هنا قوه باكس، القوه هنا بصفر لان ده لينك ممبر، وبالتالي دي برضو بصفر لان مفيش اي قوه اكس، مفيش اي قوه بتاثر اكس، كلها حامات فيرتيكال. فالمومنت على اللينك ممبر بكام؟ بصفر. وطالما مفيش قوه اكس فالمومنت هنا كمان بصفر. لو كان مديك قوه اكس كده كان هيبقى في رد فعل هنا كده، فهو مش مديك بقى قوه اكس، فيبقى القوه اكس دي بصفر مش موجوده، يبقى الرياكشن ده كمان بايه؟ بصفر برضه. وبالتالي يبقى العزم اللي على ده اللي على العمود اللي على الشمال بصفر. طب يبقى في الاخر العزوم موجوده فين؟ في الكاميرا دي بس. فتعال نرسم كده العزم اللي على الكاميرا دي. ارسمه ازاي؟ احسبه من ناحيه الكوابيس، اخد قطاع هنا كده، اخد قطاع هنا كده، بص في الحته دي كده، واحسب العزم من ناحيه الكابول. فالعزم من ناحيه الكابول ده عامل ازاي؟ دبليو في ال تربيع على الاثنين طالع لفوق، فيبقى العزم عامل كده، دبليو في ال تربيع على الاثنين طالع لفوق، وهنا دبليو في ال تربيع على الاثنين طالع لفوق. وبعد كده في النص غالبا مش هيقلب لان الاسبان ده هيطلع كبير، ال ده هيطلع كبير. عرفت منين؟ ان ده بري ستريسنج، ففي البري ستريسنج الالات دي بتبقى كبيره قوي، فلو الالات كبيره لو كانت ليفر كبير فالمومنت السالب ده كبير، فتيجي تقلب المومنت الموجب غالبا مش هيقلب. طب لو حد كان عامله قلب عادي، ممكن يكون انت معكش احمال ومعكش اطوال، فانت ممكن تعمله يقلب عادي، بس الاخطر ان هو ما يقلبش، وده اللي هيحصل لان ال بتاعتك دي هتطلع كبيره كده كده، ده بري ستريس، فغالبا الكانتليفر بيطلع كبير قوي والمومنت اللي في النص مش هيقلب. كده رسمت شكل العزم. طب عايز ارسم الكيبل بروفايل، كنت بعمل ايه؟ برسم شكل الكاميرا. المره دي عندي فريم، فرسمت الفريم، ورسمت الفريم تيبرد من هنا وتيبر من هنا عشان المومنت مختلف، المومنت هنا بصفر وبيكبر كل ما توصل للركيزه، فيبقى الطول هنا صغير وكل ما توصل للركيزه يزيد. طب وبعد كده بعلق المومنتات بمكانها، فالمومنت يتعلق كده اهو، ويبقى ده كده شكل الكيبل بروفايل. طب اي كابل في العمدان، العمدان دي ما عليهاش مومنت فما تحطش عليها كابلات. طب هل هي عليها ضغط بس؟ ممكن تعتبر ده استرات او طاق، ممكن تعتبر ده استرات، يعني ممكن تعتبر ده استرات او استرات وترسم جواه كابل، بس احنا مش هنرسم حاجه، يعني احنا نرسم المومنتات بس في الامتحان، ارسم على المومنت بس. طالما قال لك صريحا ده استرات فتعتبره استرات، اعتبر ان هو مومنت بس كده، ويبقى ده شكل مين؟ الكيبل بروفايل. ده اللي هو اول مطلوب، رسمت العزم ورسمت الكيبل جواه. ايه؟ شو ما يبقى عليهم قوه ضغط بس؟ المفروض الاثنين استرات، فالمفروض يترسم ده قوه ضغط او مش شد، استرات يعني ما لهمش كيبل، هم الاثنين عليهم ضغط عشان كده هم استرات، فبالتالي ما فيهمش كابل. لو طاي يبقى عليهم كابل، لو طاي بقى يبقى عليه يبقى عليه شد، ما يتلخبطش، تمام؟ فده استرات ما لهوش اصلا، ما لهوش شد، وبالتالي ما فيهوش اي كيبل بروفايل، فالكيبل بروفايل للشد ده بس الناتج من المومنت بس. طب لو عايزين نحسب بقى ال، لو عايز تحسب ال وقال لك في السيرفيس فور فول بري ستريسنج، فانت كده داخل مساله تشيك ستريس، واتفقت معاك صريح انه عايز يعمل تشيك ستريس، فانت كده اما تيجي تحسب ال او اي مطلوب في الوركينج ستيج اللي هي السيرفيس ستيج، بعوض بالام توتال لود. لا اله الا الله.
تمام يا جماعه كده شباب. معاك يا انس. انا وصلت كابل اهو فمش هيفصل تاني بقى. هو فصل تاني ولا ايه؟ تقريبا فصل تاني. اشتغل. لا لا بعمل شير يا عم، بعمل شير. انا عامل شير اهو. اشتغلت؟ كانت واقفة. كان النت فصل، كانت ظهرت على النت عندك عشان النت مش عارف ايه. يلا هو بقى 2 سلايد اهو. حسبي الله. فاحنا رسمنا العزوم فالعزم كان عامل كده ورسمنا شكل الكيوب بروفايل، دي اخر حاجه وصلنا لها. الراجل بقى عايز يحسب الطول ال ده في السيرفيس ستيج في الفول بريس تريسنج اللي هي الكيس ايه. طب اعملها ازاي؟ همشي نفس خطوات التشيك ستريس اللي خدناها من شويه، نفس الخطوات بالظبط، بس الفكره كلها المره دي ان هو عايز يحسب الطول ال، هشوف ايه اللي هيبقى مجهول. وعايز يحسب في السيرفيس ستيج. طب السيرفيس ستيج اللي هي الوركينج في منها اتنين كيس، كيس 1 وكيس 2. احسب بانهي حاله؟ دايما بنحسب بكيس 2 اللي هي التوتال لود. تمام، ما قاليش اعمل تشيك. طب ما تيجي نحسب مع بعض ونعمل التشيك ده. اول خطوه نفس الخطوات، اول خطوه بروبرتيز اوف سكشن، القطاع بتاعي 400 في 1200، حسبت له الايه وحسبت له الزد، نفس اللي فات بالظبط. بعد كده الخطوه الثانيه حساب الاسترينينج اكشن. الاسترينينج اكشن انا مش هحسب الام دوت ديد لود خالص، فانا المفروض احسب الام اون ويت والام توتال لود. في المساله بتاعتنا كان مطلوب بس انك تحسب ال في السيرفيس ايه، في السيرفيس ستيج، ما كانش مطلوب انك تعمل تشيك على الترانسفير ستيج. فانت ساعتك خليك كده اصطاد الحاجه اللي انت عايزها، بس انت مش محتاج انك تحسب الام اون ويت لانك مش هتعمل تشيك على الترانسفير ستيج اصلا. يعني بالتالي هتعمل ايه؟ ساعتك بكل بساطه مش هتحسب الاون ويت اساسا، وهتحسب الام توتال لوب بس. فالتوتال لوب بكام؟ الديد زائد اللايف. هو كان مدينا الديد من ضمنه الاون ويت، كان مدينا الديد ده كل حاجه فيه، كان قايل لي الديد لود انكلودنج الاون ويت ب 20 واللايف لوب ب 10، يبقى كله بكام؟ ب 30. الكاميرا اللي عندنا كانت فريم، كانش كاميرا، فانا عندي الفريم ده متحمل بحمل موزع قيمته 30. طب عايز اجيب العزم، فالعزم عند الكوابيل قيمتها 30 في ال تربيع على الاثنين، والمومنت في النص مش عايز قيمته خالص، 30 في ال سكوير على الاثنين، والقيمه في النص مش عايزها. طب الخطوه اللي بعد كده، الخطوه رقم 3، الخطوه رقم 3 حساب الاسترينينج اكشن ديو تو بري ستريس. طب انا جبت يا باشمهندس المومنت عند الكابولي، اخد القطاع فين بقى؟ قال لك اخطر قطاع لو عايز تجيب ال، فانت لازم تاخد القطاع عند الكابولي، لان المومنت اللي مجهول، المومنت اللي عند الكابولي قيمته مجهوله في ال اللي انت عايزها، وبالتالي انا هاخد القطاع عند الكابولي هنا. يعني القطاع في مومنت سالب مش مومنت موجب. طب لو عايزين نحسب الاسترينج اكشن ديو تو بري ستريس، فالراجل كان مديني البي اي ب 1500 ومديني اللوزز ب 15%، فممكن من احسب منها البي اي 1500 في 1 ناقص 15% ب 1275. وبعد كده المفروض احسب الام، فاي ام سواء ام بي اي او ام بي اي بحسبها على حسب الاكسنتريستي. طب الاكسنتريستي بحسبها ازاي؟ ده القطاع اهو، نتيجه انك واخد سيكشن هنا، فالمومنت الخارجي اللي بيأثر بيشد فوق ويضغط تحت، ده الام لودز. فما اجي افرد الكابل، يبقى الكابل بتاعي موجود فين؟ فوق، لان اتفقنا ان الكابل مع ديل السهم بتاع العزم الخارجي، فالكابل بتاع سعادتك موجود فوق. طب المسافه من النيوترال اكس لحد الاخر خالص بكام؟ ب 600. طب المسافه بقى من الكابل لحد النيوترال اكس اللي بنسميها اي، قال لك خدنا قبل كده ان الاي بتساوي
التي على الاثنين ناقص الكفر ده، او الواي ناقص الكفر. طب الكفر ده بكام؟ الكفر ده بنفرده دايما لو هو مش معطى ب 100، فيبقى 600 ناقص 100 يديك 500. دي مين بقى؟ دي الاكسنتريستي بتاعت الكابل عن نيوترال اكس. هو انت رازم الكابل فوق ليه؟ لان الكابل دايما معادل السهم بتاع العزم الخارجي. طب انت جبت العزم الخارجي ده منين؟ لانك واخد القطاع هنا عند الكابولي، عشان الام توتال لود مجهوله في ال عند الكابولي، فانا خدت القطاع عند الكابولي وهجيب ال. فيبقى ده بس مهندس الشغل بتاعنا وجبنا الاي. عايز بقى اجيب مين؟ عايز اجيب الام بي اي، مش عايز الام بي اي في حاجه، لان شغال في مرحله السيرفيس اللي هي التوتال لود، فمعاها البي اي. فالام بي اي بتساوي البي اي في الاي. البي اي بكام؟ ب 1275، والاي انت حسبتها بنص متر، يطلع معاك ب 637.5 كيلو نيوتن متر. انت بتفضل تجيب كل حاجه بالكيلو نيوتن متر ما عدا الابعاد والمساحه بالمليمتر. طب بعد ما حسبت الاسترينج اكشن ديو تو بري ستريس، ناقصك مين؟ ناقصك التشيك ستريس. فتعالى كده نرسم الاسترسات زي المره اللي فاتت، بس خد بالك بقى المومنت الخارجي المره دي بيشد من فوق لتحت، فالاسترس بتاعه فوق شد وتحت ضغط، او فوق شد وتحت ضغط. قيمته كام؟ ام في 10 اس 6 على الزد. القوه بتاعه البري ستريس هتتنقل لنيوترال اكس بقوه سالبه، فهتعمل بي في 10 اس 3 على الاي سالب، ومومنت بيلف عكس ده بيشد تحت ويضغط فوق، فتلاقي الاسترس بتاعه بيشد تحت ويضغط فوق. فخد بالك الاسترسات هنا فرقت ليه؟ لان المومنت العكس، لانك واخد قطاع في كابولي فالمومنت معكوس. طب عايزين نجيب بقى ال، اتفقنا عشان نجيب ال او نجيب البي اي او نجيب اي مطلوب، بشوف الاجهاد الفاينل اتوقعه شكله عامل ازاي. انا بحسب في الوركينج ستيج، ففي الوركينج ستيج قلت لك ان الاجهاد الفاينل بياخد نفس اشارات الاجهاد بتاع اللود. يعني الاجهاد الفاينل هيبقى عامل ازاي؟ الاجهاد الفاينل هيبقى موجب فوق وسالب تحت. اشمعنى؟ لانك في الوركينج ستيج، ففي الوركينج ستيج الاجهاد الفاينل غالبا بياخد نفس اشارات التوتال لود، المومنت الناتج من التوتال لود، فيبقى فوق موجب وتحت سالب. ده هو ايه اللي فوق البري ستريس؟ يبقى الالاو بالموجب بكام؟ بصفر، والالاو بالسالب ب 35% في الاف سي يو، لان قايل لي فول بري ستريس. يبقى الالاو بالموجب بصفر، والالاو بالسالب اسف ب 4/10 الاف سي يو، لانك كيس 2. فانا هعمل ايه؟ هساوي اللي فوق هجمعهم على بعض واساويهم بالالاو بالتنشن زي ما عملنا المره اللي فاتت. الالاو بالتنشن المره دي بصفر، هروح اجيب ال، وبعد كده اعوض بالال دي تحت واعمل التشيك على الكومبريشن، نفس خطوات المره اللي فاتت بالظبط. فتعالى كده نعمل الخطوات دي. فيبقى الاف توب بتساوي موجب، بص الاف توب موجب الام توتال لود في 10 اس 6 على الزد، ناقص البي في 10 اس 3 على الاي، ناقص الام بي في 10 اس 6 على الزد. الكلام ده بيساوي الاف تنشن الاو اللي هو بصفر. فتروح تساوي الكلام ده مع بعضه، هيطلع ان المجهول عندك ال بس اللي في الام توتال، ما الام توتال كانت بتساوي 15 ال تربيع على الاثنين، كان موجود عندك اللي هي الدبليو او 30، كانت 30 ال تربيع على الاثنين اللي هي 15 ال تربيع يعني. هتروح تعوض في المعادله دي، هتلاقي ان ال بس هي اللي مجهوله. من هنا هتروح تجيب ال، تطلع ب 77% متر. طب اي ال باخدها وخلاص؟ قال لك لا، المفروض تعمل تشيك على مين؟ على الحته الكومبريشن اللي تحت. فهتاخد ال دي وتعوض بيها في معادله الكومبريشن، هيطلع معاك في معادله الكومبريشن لو جمعت الارقام دي مع بعض باشارتها هيطلع بسالب 5.3 3/10 ميجا باسكال. طب الرقم ده سيف ولا ان سيف؟ اشوف الاف الاوبل في الكومبريشن بكام، بسالب 4/10 الاف سي يو، لانك كيس ايه ستيج 2 ستيج سيرفيس المرحله الثانيه كيس 2، فانت الاوبل بتاعك سالب 4/10 الاف سي يو. الرقم ده ب 18، الرقم ده ب 5.3، سيف ولا ان سيف؟ لا ده كده سيف. كان في حل تاني، انك تعوض فوق وتجيب ال، وتعوض تحت وتساويه بالسالب كومبريشن وتجيب ال تانيه، والال اللي تطلع تاخد الكبيره فيهم،
صغيره فيهم بقى العكس، بس خلينا نعمل كده اللي هو التشيك كده. صعب يا شباب باشمهندس اللي قلنا ناخد الكبيره ولا الصغيره؟ الكبيره، بس انت ما تعملهاش بقى كده، انت تعمل التشيك اسهل. يعني اعمل زي ما انا عامل كده، جيب ال واحده بس واعمل التشيك على الكومبريشن. تمام تمام. هناخد ال الكبيره يا باشمهندس. اه يا عم انت مش هعملها يا باشمهندس. لا ما تعملهاش بالال، لا مش الصغير، ما تعملهاش بالال. مش انا لو انا زودت ال جربها يا شباب. ايه اسف زود ال الصغير. مش ال الصغيره يا جماعه، ال الصغير ما تعملهاش انت بالال بقى، انت خدها ال واحده واعمل تشيك. ال الصغيره يا جماعه مش الكبير. حد عنده مشكله ده يا جماعه؟ ساعتك في الامتحان معلش عوض على التنشن، طلع ال واعمل تشيك، ما تلخبطش نفسك، لا تاخد كبيره ولا صغيره، هيطلع التشيك سيف. لو طلع ان سيف فانت المفروض تجيب ال من الكومبريشن وتعمل تشيك على التنشن. حد عنده مشكله في ده؟ تمام كده يا باشمهندس. طيب سيكشن خمسة، سيكشن خمسة الاضافي بتاعكم معايا، يعني الاضافي بتاعكم هيبقى يوم السبت الساعة 6 او 7. يوم السبت الساعة 6 او 7 هبلغ بقى طارق، هقول له الميعاد ايه. طيب هيبقى الاضافي بتاعكم معانا في سيكشن 4 برضه. تمام كده؟ هنبدا المره الجايه لازم ان شاء الله. تمام يا باشمهندس. تمام السلام عليكم. سمعت الله بقى كده تسجيل بس يا باشمهندس لو هتوقفه او اللي بيسجل يوقف. وانتوا خلصتوا ولا لا ولا ايه؟ صباح الفل يا سيد. خلصتوا؟ السكشن خلص، بس خلي الباشمهندس بس يقفل الريكورد. محدش قفل الريكورد ليه طيب؟ الباشمهندس المفروض يقفله تقريبا. يا ابو عافي يا ابو عافي. خلي بالك انت بيتسجل لك دلوقتي. يا عم مش مشكلة. الو يا دكتور.
ماشي مستنيه. انا بحق بقول لك ريكوردنج هاز ستارتد، وانا مش عارف اقفله عشان انت اللي متحكم في كل حاجه. مش دسمس، اعمل اللي هي الثلاث شرط ديت وهات اللي هي الستوب ريكورد. اعملها بقى احسن، انت 012 بتاخد رصيد كتير. سلام. ايه مشكلتك بس ان سكشنك بيبقى الصبح وبنبقى صاحيين من النوم. لا لا بنسمع عادي، اللي بالعيلة انت عارف بقى، اللي بيسمع واللي بيركز واللي عايز يفهم بيبقى عايز يفهم يعني، ما تقلقش. الطنابير بيفضلوا طنابير. بس انت نازل بكره كلية؟ ما حضرتش للمرة اللي فاتت ولا المرة دي؟ لو ينفع اجيلك تفهمني الدنيا. اتنين ونص كمان. ماشي انا هحاول اسمع الفيديوين بقى. وفا انا صحي 10 ولا 9 ونص. طب اقفل طب اقفل اقفل يا جدعان. هو في بكره كويز ينحق ولا ايه الدنيا؟ في كويز في المحاضره. طب انا اعمل له ايه دوت ولا هنذاكر منين يا اسطى؟ شي ولا سي. ايه يا عم عايز اروح افطر. إيه اسمع زف، هو البتاع ما نزلش ليه؟ التسجيل ما نزلش. باشمهندس موافي لسه هيقفل الريكورد. طيب بقول لك يا سيد ايه يا اسطى، هو عيب على الهدار بس ولا ايه؟ يا اسطى عيب على الهدار بس، ما خدنا حاجه غير الهدار يعني. اذاكر من الاول للاخر يعني ولا ايه؟ محاضره واحده اللي اذاكرها ولا ايه؟ بص يا اسطى، شوف حل الشيت بتاع الهدار، هو هيجي منه يعني. يعني هو شيت واحد محلول يعني واذاكره خلاص؟ بص ايدك والله انا ما اعرف المنهج بيقول ايه، فاسال حد فاهم عنه. ما انت يا عم اللي كلمت الدكتوره وعملت نزل له. انا اللي كلمت الدكتوره وقلت لها اعملي كويز. ماشي يا استاذ، انا بقيت بقلق منك يا سيد اقسم بالله لما